جلسة نقاشية حوالين المحاور المعروضة على الحوار الوطني، والنهاردة كنا بنتكلم مع مجموعة من الكوادر المهتمة بالعمل الشبابي وعمل الرياضة، تعرضنا فيها للاستماع لرؤيتهم حول بعض المشاكل الموجودة في قطاع الرياضة، الطلبات الهامة مع المختصين الرياضيين وطرحها على الأمانة الفنية للحوار الوطني. أعضاء التنسيقية يعني قالوا هنرفع الطلبات دي ونرفع المقترحات دي للجنة الحوار الوطني، وأنا سعيد فعلا إن في حوار وطني بيتم على أرض الواقع من داخل مراكز الشباب. سيادة النائب والأعضاء اللي معاه كانوا منفتحين تماما وبيسمعوا بكل شفافية وبكل إخلاص للأعضاء المركز اللي طرحوا رؤاهم، وكانت رؤى متباينة وجميلة.